السلام على نبي الله. وعليك سلام الله. ما أخبار سيدة زليخة؟ ما زالت منصرفة إلى العبادة وذكر الله. أتذكر حين أخبرتك أنني لن أحسد زليخة على حالها؟ أجل، ماذا حصل؟ هل صرت تحسدينها؟ لا، بل بدت أغبطها على ما هي عليه. ماذا يجري هنا؟ أخال السبب هو وصية أبينا إلينا، أوصانا أن ندخل من أبواب متفرقة. ما الأمر؟ لماذا توقف أبناء يعقوب؟ لا عليك، نحن قادمون. نحن الإخوة نريد أن نتشاور. اسبقونا أنتم وسنلحق بكم عما قريب. لا بأس، ما خلى أولاد يعقوب فليسر الجميع في إثري. لا نتفرقن عن بعضنا كالمرة الخالية. سوف نلتحق بكم عما قليل بإذن الله. هيا بنا. أظنكم تذكرون وصية أبينا، فلنتفرق اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة ثم ندخل مصر من سائر أبوابها. حاولوا أن تخفوا وجوهكم ما أمكنكم ذلك، ولا تمكنوا حراس البوابات من رؤيتكم. وإذا مررتم برجال البلاط أو أحد من حاشية عزيز مصر فتواروا عنهم لئلا يفطنوا إليكم. حسنا، وليكن موعدنا عند خزائن الحنطة، ولكن حاذروا أن نجتمع في مكان واحد. تمهلوا ريثما يبتعدون ثم ننطلق بعد ذلك. فلننطلق الآن. جاد وعشير اذهبا، شمعون وروبين انتما اذهبا معا، دان اذهب مع نفتالي، يا ساكر اذهب مع زبولون، ولنذهب نحن. من أين قدومكم؟ نحن من بلاد كنعان، قدمنا إلى طيبة سابقا. ألم يأتي معكم الإخوة الكنعانيون العشر الذين صحبوكم في المرة الفائتة؟ بلى، كنا معا حتى تخوم المدينة، سيصلون قريبا. حسنا، ادخلوا. أشعر أنني أحب عزيز مصر كأنما هو من أحبائي وأعزائي. لا أعرف لماذا يخيل إلي أنني رأيته سابقا. أنا بعكسك لا أشعر بالراحة والطمأنينة في حضرته. كلما رمقني خيل إلي أنه يرى ما بداخلي ويعلم ما يدور بخاطري. أنا أيضا كنت أود أن ألتقي به، لكن يبدو أنه لن يحظى بلقائنا.
ونحن ندخل عليهم من غير باب. الويل لنا، ما هذا الخطأ؟ ليتنا حذرنا إخوتنا ألا يدخل أي منهم من بوابة الشام. أنت محق، فحراس بوابة الشام يعرفوننا جميعا، حتما سيتعرفون إلى روبين وشمعون. وما العمل الآن؟ لا تقلقا، فلن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أسأل الله ألا يعرفا. إن شاء الله. فلنذهب. يا له من خطأ ارتكبناه. ماذا تقصد؟ حراس هذه البوابة يعرفوننا جيدا، لا ريب سيفتضح أمرنا. إذن هيا نعد أدراجنا. لا، لقد فات الأوان. إذا انحرفنا عن مسيرنا نكون قد لفتنا انتباههم إلينا، يجب أن نخفي وجوهنا عن أنظارهم. أخبرني، هل رأيت الإخوة الكنعانيين العشرة؟ لا، لم أرهم سيدي. أسمعت؟ يترقبون وصولنا. من أنتما؟ نحن كنعانيان، أنا اسمي جاد وهذا أخي عشير. إنما جئنا لاستيفاء الحنطة. هل التقيتما بالإخوة الكنعانيين العشرة؟ لا لا، لم نلتقي بهم. ادخلا. ما الجديد بشأن الإخوة العشرة؟ تقصيت أمرهم من قافلة أهل كنعان، فقالوا لي إنهم قد خلفوهم عند تخوم طيبة، لكنهم لم يصلوا بعد يا سيدي. تنبهوا جيدا، فعزيز مصر يطلبهم طلبا حثيثا، لقد بالغ في التأكيد على العثور عليهم. ثلاثون كيلا التالي، من أين قدومك؟ أنا عشير من كنعان. عشير، ثلاثون كيلا التالي، من أين قدمت؟ نحن من أهل كنعان. اقترب انصرام الأيام الأربعين، وأخالوا أن السيدة زليخة ستنهي اعتكافها. وماذا لو أبت زليخة أن تصبح زوجة لك بعد انقضاء مهلتها؟ لا يكون الزواج بالإكراه أو الجبر، أبلغتها ما أمرني به الله تعالى، ولها الخيرة في أن تذعن أو أن تأبى. لقد تأخر إخوتي بالوصول، تأخروا كثيرا. هل يسمح لي عالي المقام بالدخول؟ مأذون لك بالدخول. عالي المقام، لقد علمنا بوصول إخوتكم إلى تخوم طيبة، لكن أحدا لم يعلم بدخولهم على الإطلاق. أو لعلهم دخلوا طيبة على غفلة من الحراس والعسس. إن كانوا قد دخلوا المدينة فلا ريب في أنهم سوف يقصدون مخازن الحنطة. انتظرهم في المخازن.
سأعثر عليهم وأقودهم إليك يا مولاي. لا، بل اصطحبهم إلى بلاط أخناتون، أريدهم أن يعاينوا صنع الله بأخيهم يوسف الذي طرحوه في الجب ليمحوا ذكره. سمعا وطاعة يا نبي الله. فلنغادر المدينة أيضا من أبواب متفرقة. فلننسل بهدوء وبلا جلبة، ولنخرج من الأبواب التي دخلنا منها. أسعفنا الحظ حيث لم يتعرفوا إلينا. سننتظر حضور راوبين وشمعون. فلنبتعد من هذا المكان على فترات، لا ينبغي أن يرونا جميعا معا. لا شك في أن الحراس ما زالوا في إثرنا. أخبرني، ألم ترى عشرة إخوة كنعانيين معا؟ ما أكثر الكنعانيين بين الناس يا سيدي، لكن عشرة إخوة معا لا، لم أرى. ما بال ذينك الرجلين يخفيان وجهيهما؟ أتظن أن ثمة أمرا يدفعهما إلى ذلك؟ لا بد من أن أمر ما يدفعهما إلى إخفاء وجهيهما. تعال. لاوي، انظر هناك. أنتما أين تذهبان؟ لماذا تخفيان وجهيكما؟ لقد بحثنا عنكما في كل مكان. أبينا أن نزعج عزيز مصر مرة أخرى فقط لا غير. لقد افتضح أمرنا، حاولنا جهدنا أن ننفذ أمر أبينا وأن نبقى غير معروفين، لكن عبثا. يبدو أن المشيئة القاهرة لمشيئتنا هي التي شاءت أن نعرف. أراد أبونا أمرا، ولكن إرادة الله جرت بغير ما أراد. لنذهب، فلن نتمكن من البقاء مختفين. لنذهب. لست أرى سبباً لقلقكم، فسيأتي إخوتكم في النهاية. ولكن ماذا حل بهم إذن حتى اختفوا بعد أن وصلوا إلى تخوم طيبة؟ هل يأذن لنا جناب الوزير الأعظم بالدخول؟ ادخل مالك. هم الآن في قصر أخناتون. وصلوا؟ نعم سيدتي، وجاءوا بأخيهم الأصغر أيضاً. اذهب أنت وأنا قادم أيضا. لقد رسمت لهم خططا سيعجزون حتى عن تصورها. هل تنوي أن تقتص منهم؟ لا، بل أنا أنوي أن أصلحهم. سوف ترين. أسينات، ما سبب وقوع هاتين الحادثتين الغريبتين في زمان واحد؟ لقاء إخوتي ولقاء زريخة، وكأنما قد طويت مسيرة حياتي بكاملها حتى وجدتني اليوم أمام هاتين الحادثتين. لعل مشيئة الله قد قضت أن تنال جزاء سنوات من الفراق في آن واحد. لا تعلمين مدى اشتياقي إلى لقاء أخي بنيامين بعد نيف وثلاثين سنة. ترى كيف يبدو الآن؟
سوف تلقاه بعد بضع لحظات من الآن. أرجوك سيدتي، بضع لقيمات. لماذا تشقين على نفسك هكذا؟ تناولي قليلا من هذا الطعام. لن نبرح مكاننا هذا ما لم تأكلي. لا تقلقا علي، فأنا بخير، وإنما علي أن آكل بقدر وأنام بقدر وأتكلم بقدر. لا ضرورة لأكثر من ذلك. قضيت العمر كله بالأكل والنوم، علي أن أقضي ما تبقى بنحو آخر. أمضيت أكثر من 50 سنة من الجهل، الخضوع للنفس، اتباع الهوى، التكبر والغرور والغفلة. كيف لي أن أكفر عن كل هذه الذنوب؟ مع ذلك كله لست قانتة من رحمة الله، فهو رحمن رحيم. لا أدري كيف عساي أن ألقاه. ستلقاه تماما كما لقيت إخوتك فيما مضى، لا داعي للقلق. أعرف أن عيني ستفضحان كل ما أخفيه عنهم. عالي المقام، هيأنا كل شيء. اذهب أنت، ها أنا في إثرك. الوزير الأعظم عزيز مصر يوزرسيف العظيم يدخل. اجلسوا. أأنت أخوهم الذي حدثوني عنك؟ يحق لأبيك أن لا يأذن لك بمفارقته. لقد طال عهدكم بالغياب عن مصر، توقعنا قدومكم قبل الآن. طلبتم منا ألا نرجع إلى مصر إلا مع أخينا الأصغر. الحقيقة أن أبانا لم يأذن لنا باصطحاب بنيامين. الحقيقة إن إرضاء أبينا أطال غيابنا عن مصر. لقد أثبتتم لي الآن صدق دعواكم، وأنا سوف أفي بوعدي لكم وسأكيل لكم ما يكفيكم من الحنطة. أعلي المقام، ثمة أمر يشغل بالنا، فهل تأذن لنا بالإفصاح عنه؟ أنا أسمع. بعد أن تفقدنا رحالنا في كنعان وجدنا نقودنا التي دفعناها إزاء الحنطة.
فما السبب؟ فهل يا ترى وقع خطأ بحيث ردت علينا بضاعتنا؟ أنتم ماذا تظنون؟ لعلكم أردتم أن تمتحنونا لتنظروا هل نعيد إليكم الدنانير أم لا؟ أو لعلكم أردتم من هذا أن نشتاق إلى العودة إلى مصر؟ أو لعلكم أشفقتم علينا لما علمتم بقلة مالنا؟ قد تكون كل هذه الأسباب قد خطرت ببالي، لكن أكثر ما أردته هو أن أقدم هدية لوالدكم العجوز، فقد فهمت من كلامكم أنه رجل جليل. ميمي سابو، أحضروا الطعام. أريد منكم الآن أن تجلسوا بنحو يتقابل فيه الإخوة من الأم الواحدة. أنت لماذا بقيت وحيدا؟ لماذا لا تجلس؟ لم أجلس لأن لا أخ لي من أمي، فقد أمرتم أن يجلس أبناء كل أم متقابلين. إن شئت يمكن لك الجلوس بقرب هنا. هذا كله من تواضعي عزيز مصر ومرؤته، وإلا فما لي وللجلوس مع العظماء أمثالك. لا بأس عليك، فأنا لا أحب الجلوس إلى المائدة لوحدي. أنت صاحب طلعة بهية ومحببة، أتذكر شيئا من أيام سباك تخبرني عنه؟ قضيت صبايا مع أخي يوسف وما زلت أذكر كل شيء. أخبرني عن أبيك. لقد أصبح عاجزا، حزنه على فقدان أخي يوسف أورثه العجز وسلبه النور من عينيه، فهو يكاد لا يرى. لم نتمكن أبداً من إقناعه بنسيان يوسف مهما رجوناه. هل يبكي عزيز مصر على حال أبي؟ ألا يجدر بي ذلك؟ أتعجب من حزني على عجوز قد أدنى قلبه ألم الهجران؟ مات أخوك يا ترى؟ هؤلاء يقولون إن الذئب قد أكله. سمعت بذلك، لكن لا أخال أن هذا الأمر صحيح. فهل أكله الذئب وإخوته العشرة يتفرجون؟ هؤلاء يخفون أمرا ما. أنا أظن أن أخاك ما زال حياً.
أترى أي عز قد خص الله به أخانا بنيامين؟ أصبح جليسا للعزيز ولما ينفض غبار السفر. كان لأخي يوسف خال في ظاهر يده تماما كالذي لك. ما زلت أذكر ذلك جيدا رغم أنني كنت طفلا حينها. وماذا عن وجهه؟ أما زلت تذكره؟ أجل، أذكره بشكل جيد، فنحن الاثنان كنا نلعب باستمرار. ألن تتعرف إليه إن رأيته؟ أنا لا أعلم، عساني. تعني أنه قد يكون حيا الآن؟ فإن أنا أخبرتك عن حالي فهل أنت مصدقي؟ أجل بالطبع، ومن تراه يكون أصدق منك؟ أتتعهد لي إن أنا أريتك يوسف ألا تحدث إخوتك بشأنه لزمان معلوم ولا تدلهم عليه؟ نعم، لك عهدي. أقسم أني سأكتفي بالنظر إليه فلا أحدث بشأنه ولا أدل عليه. قل لي أين هو أخي؟ أقسم عليك بكل مقدس أنت عابده، إلا ما أريتني يوسف الآن أرجوك أن تفعل. اهدأ اهدأ، لا يمكن لي أن أريك يوسف والحال هذه، فأنت ستفقد عنان نفسك وتخبر الجميع. هل تبسمت لئلا يلتفت إلينا إخوتك ويشك بأمرنا؟ هل ترى كيف أنني تملكت نفسي؟ أرجوك أخبرني أين يوسف؟ يوسف هنا، أحد النفر الموجودين هنا يكون يوسف. يوسف، عالي المقام بهدوء، سوف يعلم الجمع. اهدأ الآن بنيامين، اهدأ قليلا. ارتاب الإخوة بأمرنا.
ماذا حصل؟ هل جننت؟ ما المعنى من البكاء والضحك بحضور عزيز مصر؟ سألني عزيز مصر عن حال أبي، فتذكرت حال أبي العجوز والضرير فجرت دموعي. وما سبب الضحك إذن؟ ضحك؟ عزيز مصر وصفني بالطفل الذي يبكي على فراق أبيه فضحكت من ذلك. ما أسرع ما صدقك عزيز مصر، أليس هذا عجيبا؟ أبي يريد جناب بنيامين في أمر. جناب يوزرسيف رأى أن يرسل ابنه أفراهيم في طلبكم سيدي. إلى أين؟ ما الذي يريده منك؟ أنا حقا لا أدري، علي أن أذهب لأعلم، أتسمحون لي؟ لا شك عندي في أن أمورا سرعان ما ستحدث ونحن لا علم لنا بها. لاوي، لم نعهدك سيء الظن من قبل. أتذكرون ما قاله أبونا؟ قال إن استضافة عزيز مصر لنا ثم دسه لأموالنا في رحالنا ثم طلبه حضور بنيامين قد يكون مكيدة، ولست أرى حوادث اليوم إلا تتمة لتلك المكيدة. أرجو أن أكون مخطئا في ظني هذا. الشكر لله على رحمته، الشكر لله على رحمته. الانتظار 36 سنة يذيب القلب، أفلا كنت أخبرتنا لنهدأ وتسكن نفوسنا؟ أردت إخباركم، لكن أمر الله حال دون ذلك. نزل علي رسول الله مرارا يمنعني من إطلاع أبي على حالي، لا أدري ما الحكمة في ذلك. ومتى موعد اللقاء إذن؟ بلغت نفوسنا التراقي على هجرك وابيضت عينا أبي. أنا مأمور فلم أبلغ رسالتي في مصر حتى الآن، فلم يؤمن أهل مصر بالله ولم يهوي آمون عن عرش سلطانه إلا حديثا، ولم أرتب أمور مصر وأوضاعها إلا مؤخرا. لا، فلم تتهيأ بعد المقدمات لتعبير رؤياي. لكني لا أجد فيما تقول علاقة بإطلاع أبينا وإخبار إخوتنا، فأبونا قائم ليله نائحا على فراقك منذ 36 سنة. أنا أيضا لا أدري ما الداعي لاستمرار هذا الفراق. هل قلت إن والدنا بكى كثيرا في غيابي؟ نعم هو كذلك. وتعلق بك من بعدي؟ أطحل يصبر على فراقي ليوم واحد، فهو يبحث عنك في خلقي وخلقي، يشم ريحك في ريحي، ويبحث دائما عن وجهك في وجهي أنا. أظنني الآن وقفت على الحكمة من وراء هذا الفراق والهجر. أخبرني ماذا عرفت؟ أسمعت أبدا بقضية جدنا إبراهيم وعمنا إسماعيل؟ نعم مرارا. تقصد تضحية إبراهيم بابنه إسماعيل؟ قضية أبينا لا تخلو من وجه شبه. أنا أرى أن أبقي عليك هنا في مصر، أتقبل؟
أجل إن كان لابد من بقائي هنا، فأنا خاضع طائع لأمرك، لكونك نبيا أولا وعزيز مصر ثانيا. يتحتم عليك البقاء في مصر لأمرين: الأول أن على أبينا أن يضحي باسماعيليه فينتهي أمر هذا الفراق، وهذا أمر لا يتصور إلا إذا فقدنا كلينا، والثاني أن على إخوتنا التوبة، التوبة من فقدانك أنت، التوبة من اصطحابك والعودة دونك، توبة خيانة الأمانة، توبة التقصير في حراستك وحفظك. لكني على يقين أن أبانا سيهلك إن علم بفقدي. إنما الموت والحياة بيد الله، كن على ثقة أن أبانا سوف يأتي إلى مصر. لقد جاء 11 كوكبا الذين هم إخوتي، أما الشمس والقمر فلم يأتيا بعد. لا تقلق، فسأعمل فكري للخروج بتدبير للإبقاء عليك. أتقبل المكوث عندي أم لا؟ إن أمرتني بذلك فنعم. ارجع إلى إخوتك الآن لئلا يرتابوا. إن سألوك فقل لهم إن عزيز مصر أراد إبلاغنا بجهوز أمتعتنا، لنا أن ننطلق غدا صباحا. حسنا إذن، في أمان الله. عزيز مصر ماذا كان يريد؟ ظننا بوقوع المكيدة التي خشي منها والدنا. لا 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 تقلقوا، بل دعاني إلى الاحتمال وإلى الصبر، ثم قال لي: أبلغ إخوتك أن حمولة حنطتهم جاهزة ليستلموها، فليستريحوا الليلة ثم ليحملوا متاعهم صباحا عند بوابة الشام. فقط هذا؟ نعم هذا فقط، وهل كان عليه أن يضيف شيئا؟ إلهي، من أجل حث إخوتي على التوبة، ومن أجل قطع أمل أبي مني ومن أخي، لابد لي أن أبقي على أخي عندي. اللهم أسألك بي إلى ذلك سبيلا. هل وجدت إلى ذلك سبيلا يا نبي الله؟ يا حاجب. نعم عالي المقام. مالك ونيمي سبو استدهما فورا. أمرك عالي المقام. ها قد جاء أبناء يعقوب. هل جاء الجميع؟ السلام عليك. السلام عليك. أهلا بك. إنها قصة طويلة، سنخبركم في الطريق. لنذهب لنذهب. هيا. قال يوسف إنه سيبقيني في مصر. ما الأمر إذن؟ انطلقت القافلة.
الحمد لله، إذ لم نرجع من مصر من غير بضاعة. توقفوا أيها الكنعانيون، توقفوا توقفوا. إنكم لسارقون، ثمة سارق بين أفراد قافلتكم. وهل فقدتم شيئا حتى رأيتم أن ترمونا بالسرقة؟ أيتها العير إنكم لسارقون، إننا نفقد صواع الملك الذي أهداه لجناب يوزرسيف. إنه صواع ثمين كان حاكم مصر جناب أخناتون قد أهداه إلى عزيز مصر. من كان منكم قد أخذ الصواع فليعمد إلى إرجاعه فورا، وله علينا حمل بعير من الحنطة. أنا أضمن له هذا الجزاء. نحل عليهم مكرمين ونرحل عنهم سارقين. يا لها من معضلة، يا له من ذل. ما هذه المهزلة؟ أقسم بالله العظيم إنكم تعلمون أن لسنا بفاعلين وأن لم نقدم عليكم سارقين. أجل، ماذا يدور بخلدكم وما الذي تدمرونه لنا؟ لا أدري، نحن لا نتهم أحدا عبثا. ماذا لو عثرنا على الصواع في بعض متاعكم؟ فما جزاؤه من وجد في رحله؟ لا علم لنا بشريعة أهل مصر. أنتم تحظون بالمنزلة عند العزيز، لذا سنلزمكم بما ألزمتم به أنفسكم. نحن الكنعانيين متى ما قبضنا على سارق مالنا جعلناه عبدا لنا لحولين. حسنا، فلنباشر البحث. ابدأوا برحلي، ابدأوا البحث في رحلي أنا أولا. ما بالهم يهرقون الحنطة؟ يرموننا بالسرقة؟
يتهموننا نحن؟ لماذا يهرقون الحنطة؟ ساعدني. كفوا أيديكم. لا يعقل أن يكون الصواع في رحل بنيامين. لا تتصور السرقة من هذا الوجه البريء. لا تترددوا، فتشوه أيضا. فتشوا.